شنو نقول لكم، حنا بحال خسرنا هذا النهار، عاود رابحين 2-1، كنا خاسرين 1-0 ورجعنا مزيان. هذا الشيء مكتب. مش عارف التركيز في بعض اللحظات ديال الماتش، علاش سمح لي؟ مش عارف التركيز كيفاش التركيز؟ لانتونسيون مشات في واحد اللحظات ديال الماتش. نيشان كيبان لي بزاف د المرات عندنا هذاك الشيء، كيكون انتونسيون في الراس ولا ما فهمتش شنو كيكون. الحمد لله هذا الشيء اللي